السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تطورات الخلاف القائم بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات في جزيرة سقطرى. أكد مصدر حكومي لقناة بلقيس أن اللجنة السعودية المكلفة باحتواء التوتر بين الجانب اليمني والإماراتي في سقطرى ستعود إلى الجزيرة خلال الساعات المقبلة. وقال المصدر إن الحكومة والتحالف سيتوصلان إلى حلول شاملة لاحتواء الأزمة قريبا. وكانت مصادر صحفية أشارت إلى أن هناك مؤشرات لاحتواء الأزمة بين الحكومة اليمنية وأبو ظبي، وذلك بالاستجابة لمطالب الحكومة بمغادرة القوات الإماراتية الجزيرة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق. وتأتي هذه التحركات في أعقاب مواقف دولية عبرت عن قلقها حيال الوضع في سقطرى. من جانبها أكدت واشنطن ولندن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما أعربت تركيا عن قلقها إزاء الإنزال العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى ودعت إلى احترام الحكومة الشرعية وسيادة اليمن. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي تريده الإمارات من سقطرى؟ وكيف تحول دورها من مساند للشرعية إلى منازع للسيادة؟ هل ستثمر المواقف الدولية والحكومية والشعبية في الضغط على أبو ظبي لتغيير سياساتها تجاه اليمن؟ قبل النقاش نتابع التقرير. مواقف دولية تعبر عن القلق حيال الوضع الناشئ في أرخبيل سقطرى. فقد أكدت كل من بريطانيا والولايات المتحدة ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وأعربت تركيا من جهتها عن القلق بعد إنزال جنود إماراتيين على أرخبيل سقطرى. الموقف البريطاني جاء على لسان المتحدثة باسم البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة التي أوضحت أن بلادها تتابع عن كثب الوضع في جزيرة سقطرى اليمنية، فيما كانت الخارجية الأمريكية قد أوضحت في بيان لها أن واشنطن تتابع عن كثب أزمة الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى، وأنها تشارك جميع الأطراف هدف تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه والحاجة إلى الحوار وخفض التصعيد، إدراكا منها بأن اليمن لا يحتمل مزيدا من الانقسامات. وعلى المنوال ذاته جاء بيان الخارجية التركية الذي دعا كافة الأطراف إلى احترام الحكومة اليمنية الشرعية وتفادي أي عمل من شأنه زيادة تعقيد البحث عن حل للأزمة الراهنة. البيان عبر عن قلق تركيا للتطورات الجارية في سقطرى، والتي قال إنها تهدد مجدداً وحدة أراضي اليمن وسيادته. يأتي ذلك فيما يحاول التحالف تدارك مأزقه الناشئ في سقطرى عبر زيادة مساحة الحركة البروتوكولية للرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه في الرياض، الذي يعد بحكم المقيم إجبارياً بعد رفض التحالف عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن، في وقت كان الجميع ينتظرون فيه نتائج زيارة اللجنة العسكرية العليا السعودية إلى سقطرى، فيما تشير التوقعات إلى أن مهمة اللجنة قد باءت بالفشل. فزيارة الرئيس ونائبه لقيادة القوات المشتركة لا تعني أنه صاحب القرار في صيرورة المواجهات المسلحة في بلاده، وليس بوسعها في نظر المراقبين تبديد المخاوف حيال الخلافات التي تزداد عمقاً يوماً إثر يوم بين السلطة الشرعية والتحالف. نجحت الحكومة اليمنية مرتين، مرة حين اختارت سقطرى لمواجهة مفصلية مع التحالف أساسها وجوهرها سيادة الدولة اليمنية على أراضيها، ومرة حينما صعدت موقفها إلى الأمم المتحدة لتضع بذلك سلوك الإمارات تحت مجهر المجتمع الدولي، ولتنهي بنظر المراقبين مرحلة من السلوك المريب للتحالف الذي استهدف خلق واقع جديد في اليمن على حساب شرعيته ووحدة شعبه وترابه الوطني. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، وسيكون معنا من الرياض الخبير العسكري العميد حسن الشهري. أرحب بضيفي الكريمين وأبدأ مع العميد حسن الشهري. سيادة العميد مساء الخير. سيادة العميد مساء الخير. طيب أستاذ مختار مساء الخير. أستاذ مختار، إذا ربما هناك إشكالية في الاتصالات. طبعا اليوم هي حلقة للوقوف على آخر
التطورات في جزيرة سقطرى والأخبار الأخيرة التي تحدثت عن وصول في الساعة المقبلة إلى جزيرة سقطرى. وأرحب بالأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، مساء الخير. أستاذ مختار، في إشكالية يا شباب. نواصل الحديث. هناك أيضا كما وصلتنا أخبار خاصة بأن هناك لجنة سعودية ستصل خلال الساعات المقبلة إلى جزيرة سقطرى للوقوف على الخلاف الحاصل بين الحكومة الشرعية والتواجد الإماراتي العسكري في هذه الجزيرة. إلى أن تجهز هذه الاتصالات، بالتأكيد كان هناك بيانات وردود أفعال كبيرة حصلت حول ما يحدث في جزيرة سقطرى من تواجد عسكري للقوات الإماراتية. كان هناك وزارة الخارجية الأمريكية، أيضا من الأمم المتحدة، أيضا الموقف البريطاني، وأيضا الموقف التركي، والعديد من المواقف التي أكدت على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي اليمنية. بالتأكيد كل هذه ردود الأفعال جاءت بعد أن رفعت الحكومة اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن تشتكي من التواجد العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى وبدون أي تنسيق مع الحكومة الشرعية، وأكدت بأن جزيرة سقطرى هي محمية طبيعية وآمنة ولا تحتاج لأي قوات عسكرية. سيادة العميد حسن الشهري، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك عميد حسن الشهري. يتساءل اليمنيون لماذا تحول دور الإمارات من داعم للشرعية إلى منازع لها على السيادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستشار مختار ولمشاهدي القناة. مرحبا بك. أنا أعتقد أن هناك تراكمات في المواقف، ندرك أنه مواقف الإخوان المسلمين في اليمن مثلا في حزب الإصلاح واضحة تجاه الإمارات، وهي ترتقي إلى مستوى العداوة، تغذى من أطراف إقليمية على رأسها الدوحة وأنقرة وطهران. في المقابل الإمارات تضع الإخوان المسلمين على أعلى درجات الإرهاب، ومن هنا يأتي التأجيج الإعلامي الحاصل في جزيرة سقطرى. أنا أعتقد أنه دور الإمارات إيجابي في اليمن منذ البداية، منذ انطلاق عاصفة الحزم، ومع الأسف استغل مثل هذه الأعمال. وكان هناك أخطاء للتحالف الممثلة في الإمارات أو في بعض الأطراف اليمنية، فيجب أن يكون خلف الأبواب المغلقة هناك بعض الأمور التي لم يتطرق لها الإعلام، وهي من يرى أن حزب الإصلاح ينوي أيضا أن يأتي بتركيا إلى جزيرة سقطرى. هذا مع الأسف غير مقبول يمنيا، لا يمكن لأي حزب أن يتصرف من وراء الشرعية. أنا أعتقد أنه ما سمعنا من مواقف دولية من الأمم المتحدة وأمريكا، نتفق مع كل المواقف، ولكن ما يهمني في الأمر أنه ليصدر موقف من قبل الجمهورية الإسلامية التركية الشقيقة عن هذا الأمر. من يهدد وحدة الأراضي العربية ليست الإمارات، هي تركيا التي تواجد في اليمن، وآخر عمل كان وصول ناقلة النفط وسفينة القمح المحملة بالأسلحة. هي أيضا متواجدة في قطر بقوات عسكرية، متواجدة في السودان، تحتل الأراضي من سوريا والعراق. إذن التواجد العسكري الإماراتي عميد حسن هو وحدة الأراضي العربية. نعم عميد حسن، إذن التواجد الإماراتي العسكري الذي حدث في جزيرة سقطرى هو للحفاظ على سقطرى بعد توجه قوات عسكرية تركية بدعم قطري للسيطرة عليها. هناك بعض الأنباء أن هناك ما يدور خلف الكواليس، أن هناك نية لمحاولة إحياء، والثمن هو الشعب اليمني. مع الأسف أنا أنصح الشعب اليمني نصيحة خاصة، لا تنصحوا لتنظيم الإخوان المسلمون من أن يستخدموا وطنكم قلعة ليواجه خصومه. اعلموا أن هذه الجماعة يوم الأيام ليس لديها لا وطن ولا مشروعها قبل الوطن، والجماعة قبل الوطن. لا تسمحوا لجيشكم أيضا أن يضيع وأن يكون مؤدلجا. أنا واثق أن الشعب اليمني لن ينخدع، الإمارات لن تعبث ولن تسمح المملكة العربية السعودية ويتقود التحالف مع فخامة الرئيس هادي للعبث بمصير اليمن منذ عشية 26 مارس. اليمن الاتحادي بأقاليم الستة هو اليمن القادم إن شاء الله، لكن كلما اقتربت ساعة الحسم مع الحوثيين أتى من يخرم ويوسع طيب التحالف للحيلولة دون وصول طيب إلى الهدف. عميد حسن، حتى أنتقل للأستاذ مختار الرحبي، فقط أريد منك توصيف ما تقوم به الإمارات في جزيرة سقطرى. ما هو
وجود الإمارات في اليمن هو منذ اليوم الأول 26 مارس وهي متواجدة من إقليم المهرة وصولا إلى باب المندب وصولا إلى مأرب وصولا إلى المحور التهامي الجنوب الغربي غرب التعز باتجاه الحديدة. هل نعتبر ذلك احتلال لليمن؟ الإمارات قدمت الكثير مع من ضمن التحالف ويتأتي بعد المملكة العربية السعودية في المساهمة في إعادة الشرعية. إذا كان هناك من خطأ ما للإمارات فيجب الإمارات أن تتراجع. لسنا مع وجود ولسنا مع مثل هذه البلبلة وهذا الاستخدام مع الأسف الإعلامي للتمويه على ما يدور خلف الكواليس. الإمارات ملتزمة بأهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل وستكون كذلك إلى النهاية. طيب أستاذ مختار الرحبي، إذا سمعت ما يقوله العميد حسن الشهري، إذا الإمارات ودورها واضح منذ انطلاق عاصفة الحزم وحتى اليوم هو مساندة الشرعية ولا توجد أي مطامع، وهناك مطابخ إعلامية وأيضا أخبار تتحدث بأن هناك يريد ما يعني من يسيطر على جزيرة سقطرى، وهذا هي تحرك طبيعي في إطار التحالف العربي للإمارات. أنتم في الحكومة الشرعية كيف تردون على ما طرحه العميد؟ تفضل. أولا مساء الخير عليك أخي بشير وعلى سيادة العميد. بالطبع دولة الإمارات دخلت اليمن من أجل دعم الشرعية وهذا طبعا معلن، والإمارات ساعدت وساهمت في تحرير بعض المناطق في اليمن، ولكن المشكلة ليست هنا، المشكلة هو بانحراف دولة الإمارات عن مسارها المرسوم مسبقا، وهو إعلان التحالف العربي الذي انطلق في عاصفة الحزم والذي كانت أهدافه أهداف سامية وهي إعادة الشرعية وتخليص اليمن من الميليشيات الحوثية المرتبطة بإيران. بالتالي نقول أن الانحراف الذي حدث هو انحراف في الأهداف التي رسمت لها. بالتالي الإمارات ذهبت إلى مدينة عدن وقامت بإنشاء ميليشيات خارج إطار الدولة، وهذا طبعا واضح، يعني لا يحتاج إلى دلائل وإلى إيضاحات. يعني هناك ميليشيات الحزام الأمني، هناك ميليشيات في شبوة، في حضرموت، وهذا طبعا معروف للجميع ولجميع أبناء الشعب اليمني والمراقبين ولمن يعرف ولمن هو مختص في الشأن اليمني. بالتالي الإمارات انحرفت عن هذا المسار. اليوم من يتحدث عن أن قطر أو تركيا وغيرها تريد احتلال سقطرى، هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة ولم نسمع، وإذا حدث من أي دولة تريد هذا الشيء فنحن سنقف ضده كما وقفنا ضد دولة الإمارات. يعني من يريد أن يعتدي على أرض اليمن سيكون هو الخسران في الأخير، في الأول والأخير. والحديث اليوم عن دور إيراني تركي في سقطرى لا أعتقد أنه صحيح، لأن الحكومة الشرعية لم تتحدث عن هذا الشيء ولم تصدر أي بيانات عن هذا الشيء، ومن وصل إلى جزيرة سقطرى هي قوات إماراتية وليست قطرية. أنا هنا لا أدافع عن قطر ولا أدافع على تركيا ولا أدافع عن أحد، أنا هنا كيمني أولا وأخيرا أدافع عن سيادة بلدي ورفض لاعتداء أي طرف سواء كان إماراتي أو قطري أو غيره. لو كانت هناك قوات قطرية ذهبت إلى سقطرى أو إلى أي منطقة من مناطق اليمن خارج إطار التحالف وخارج إطار البروتوكولات وخارج إطار ما تم الاتفاق عليه لن نقبل ذلك. بالتالي الإمارات خرجت عن إطار التحالف العربي، الإمارات ذهبت وأرسلت قوات إلى سقطرى، إلى خارج سقطرى بدون تنسيق. قالت وحينما هبطت أول طائرة في سقطرى أبلغت برج المراقبة أن هذه الطائرات تحمل مساعدات إنسانية، وتفاجأ الجميع أنها تحمل أسلحة، تحمل معدات عسكرية وجنود إماراتيين، وهذا يعتبر اعتداء صارخ على السيادة الوطنية. طيب. وبيان رئيس الحكومة كان واضح، وأيضا البيانات الرسمية وأيضا الرسالة التي تم تقديمها للأمم المتحدة واضحة. بالتالي هذه أشياء واضحة ومنطقية، ولا يمكن أن نتحدث عن أشياء لم تحدث وأن نبحث عن أعداء جدد. أما بالنسبة للإمارات وما قامت به في اليمن هذا سندعه للتاريخ وسيتحدث التاريخ. طيب أستاذ مختار، نعم. طيب. وما قامت به بالمقابل. نعم. طيب عميد حسن، إذا سمعت الأستاذ مختار الرحبي يقول لم تصل أي قوات لا تركية ولا إيرانية ولا قطرية إلى جزيرة سقطرى، وما وصلت من قوات هي قوات إماراتية وبدون أي تنسيق مع الحكومة الشرعية، وجاءت على أنها إغاثة، وتفاجأ الجميع بأنها قوات ومعدات عسكرية وصلت إلى جزيرة سقطرى، إضافة بأن دور الإمارات خرج عن الأهداف التي جاء من أجلها التحالف وبدأ بتشكيل ودعم جماعات وفصائل مسلحة خارج إطار الشرعية. إذا كان هناك من أوهام تسوق حول السيادة دعني أن أكون واضحا، فاليمنيين
من ساهم في ذلك، ساهموا باختراق سيادة بلادهم مع الأسف بعد عاصفة الحزم. إذا كان هناك من إحراف عن أي هدف سواء أهداف المعركة ضد الانقلاب، فمع الأسف اليمنيين، وأعني هنا الإصلاح والانفصاليون مع الانقلابيون السابقون وهما جماعة علي عبد الله صالح والحوثيين الأصل في الانقلاب على اليمن، الآن تخلصنا من طرف الأهم في الانقلاب وهو محور علي عبد الله صالح، أصبح الآن تقريبا بجله تحت غطاء الشرعية. إذا كان هناك أخطاء للإمارات أو لغيرها فيجب تصحيحها، على الشعب اليمني أن يكون إيجابيا ومساهما للوصول إلى تحقيق أمال الشعب اليمني المكلوم الذي ساهم أبناء من حاوثة وجماعة صالح والإخوان والراغبين في الانفصال في تمزيقه. المشكلة ليست في مواقف الدول الأخرى، المشكلة في الداخل اليمني الذي لم يصلح من شأنه. نحن نعمل ليل نهار من أجل أن نسد جميع الثغرات في الداخل اليمني لكي يصلح حال الشعب اليمني. الشعب اليمني لا يقف مع الأسف تلك الأحزاب التي في النهار مع الرئيس وفي الليل تطعن في الظهر، لا يمكن أن يستقيم لليمن قائمة في هذه المرحلة الحساسة. نحن قادمون على اجتثاث السرطان المجوسي اليمني الإرهابي الموجود في صعدة حاليا. صعدة تخنق من جميع الجهات، القوات الأقادمة من الجنوب باتجاه تعز لتفك الحصار حول تعز للوصول إلى الحديدة وتحريرها، ثم يخرج علينا مثل هذا الأمر. لماذا يجعل من الحبة قبة؟ إذا كان الإمارات خطأ فيجب تصحيحه، إذا كانت الإمارات لديها مساعدات إنسانية، وهذا ما عهدناه من الأخوان في الإمارات أن لها جانب إيجابي كبير جدا يأتي بعد المملكة العربية السعودية في الإمارات، لكن إذا كان من يساعد الإمارات على مثل الأعمال فهم مع الأسف فصائل يمنية تحته. على الشعب اليمني أن يعود بأحزابه إلى رئيسه وإلى تراب وطني. لن تسمح المملكة العربية السعودية، وأؤكد من جديد، لن تسمح المملكة العربية السعودية وهي تقود التحالف أن لأي دولة من دول التحالف أن تعبث بأهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل. اليمن سيعود بحول الله آمنا سالما معافى، يمنا موحدا بأقاليمه الستة، يمنا اتحاديا خلف رئاسته. هناك مرتكزات للسلام في اليمن لا بديل لها، ثلاثة: مخرجات الحوار الوطني ومهم جدا واتفق عليه كل الأطراف اليمنية، المبادرة الخليجية وهما من أسس لملامح رؤية ومستقبل اليمن القادم، وهناك القرار 2216 وهو الداعم لهذا هذين المرتكزين. طيب عميد حسن، نعم، ونخفف من وتيرة الإعلام الذي فقط يسوق لأوهام ولمصالح لا تخدم اليمن ولا استحاله. نعم عميد حسن، الآن المشكلة قائمة وأنت تعلم والجميع يعلم الآن ما هو حاصل في جزيرة سقطرى. الحكومة لا زالت في جزيرة سقطرى، صعدت الحكومة ورفعت إلى مجلس الأمن. الآن اليمنيون جميعا يعني معولون بصورة مباشرة عن دور المملكة العربية السعودية، وهناك لجنة كما وصلتنا المعلومات ستصل في الساعة المقبلة، وأن هناك تفاهمات ما لانسحاب القوات الإماراتية. إن كانت لديك معلومات في هذه الجزئية، وأيضا برأيك الدور الذي ستلعبه هذه اللجنة من قبل المملكة لامتصاص الأزمة وحلها بصورة تحفظ تماسك التحالف العربي والتوجه نحو الهدف الأسمى وهو مقاتلة الانقلابيين. يا أخي الكريم، أنا أزعم أني واحد من أكثر المطلعين والمتابع للمشهد اليمني. نعم، ويشرفني بذلك، ونسعى جميعا ونكون سعداء أن تكون اليمن آمنة سعيدة خالية من كل الشوائب، ولكن أنا أسمع شخصيا من أطراف يمنية أن الحكومة تميل لصالح أو خلفها أو يقودها الإخوان المسلمون في اليمن. الإصلاح هذا لا يليق حاليا، الرئيس هادي قد يكون مخنوقا في زاوية ما، لا نود ذلك. أؤكد أن الإمارات لن تخرج عن دائرة التحالف، اليمنيون يتحملون مسؤولية في كل جزئيات. أنا أدرك أنه سعادة اللواء أحمد بن شغيب قاد عملية سابقة ووصل إلى سقطرى، وقد يعاد مثل هذا الأمر. لم يصدر موقف رسمي من التحالف لاعتبار مثل هذه المسألة بسيطة ويمكن حلها، ولكن أيضا انتظار ردود الأفعال تكشف مثل المواقف التي تظهر علينا تركيا فيها ونسمع منها مثل هذا الكلام. وأنا أؤكد من جديد أن أي موقف يصدر من تركيا وهي لها دور في اليمن ولها دور في قطر، لها دور في السودان، لها دور في سوريا وفي العراق وليبيا، هي التي لها دور في احتلال دول عربية وأجزاء منها وليست دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. أنا أعتقد أنه آخر ما يتكلم في التدخل في شؤون الآخرين
إيران وتركيا وقطر إقليميا، والعالم من تحدث قبل ذلك من يعزف على أسفين مثل هذا الأمر. العالم القوي الآن يدير أزمة وليس طرفا في الحل، علينا أن ندرك ذلك جميعا. إذا لم تتوصلوا أنتم كأطراف يمنية نخب قادة أحزاب، ليس لنا عداء مع، أنا أنقل، أنا واصف وناقل الكفر ليس بواقف ليس بكافر، لست ضد أي إنسان، لست ضد الإصلاح ولا ضد المؤتمر ولا ضد، أنا ضد الحوثي المنقلب على الشرعية اليمنية وعلى كل يمني ينقلب على الشرعية اليمنية، لكن هناك مواقف يجب أن تكون واضحة. أنا أعتقد أنه هذه الفترة التي أعطيت من عدم الحديث الرسمي هي لمحاولة معرفة ردود الأفعال المحلية والإقليمية للوصول إلى حل نهائي. نعم، طيب أشكرك جزيل الشكر العميد حسن الشهري الخبير العسكري، كنت معنا من الرياض. وعودة إلى الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، تحدثت وتحدث الكثير بأن هناك لجنة ستصل قريبا إلى جزيرة سقطرة، ويعني اتفقت أو وصلت إلى تفاهمات بعودة القوات الإماراتية وعودة الوضع في سقطرة إلى ما قبل نزول هذه القوات العسكرية، ضعنا بتفاصيل هذا الموضوع. تم تشكيل لجنة مشتركة سعودية يمنية تشارك فيها طبعا كبار القيادة العسكرية الذين تم اختيارهم من قبل فخامة رئيس الجمهورية، وهي طبعا ستكون بالطبع مع الجانب أو الأشقاء في المملكة العربية السعودية، التي نتحدث بكل أمانة وشفافية أنها وقفت موقف قوي وموقف مع الشعب اليمني، ونحن أيضا معي وحساسية الموقف، ونعرف أن المملكة تقف دائما وأبدا مع الشعب اليمني ومع سيادة ووحدة أراضي اليمن. بالتالي هذه اللجنة ستصل إلى جزيرة سقطرة، من المتوقع أن تصل صباح الغد الأحد، وهناك طبعا تفاهمات تم الاتفاق حولها، لكن يعني لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، وذلك لإتاحة المجال أمام هذه اللجنة لإنجاح هذه التفاهمات وهذه المساعي لإعادة الوضع إلى ما كانت عليه. وأيضا من الطبيعي أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا، فالإماراتيين وتواجدهم العسكري لن يستمر طالما أنه مخالف للأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات وأيضا سيادة اليمن. بالتالي أنا أعتقد أنه إذا كتب لهذه اللجنة النجاح فإنها ستكون قد قامت بإنجاز عمل كبير وعمل مشكور، وأيضا تنهي هذه الأزمة التي نحن لا نريد أن ندخل في أي أزمة مع شركائنا في التحالف العربي، ولكن أيضا على الإمارات أيضا أن لا تختبر صبر فخامة رئيس الجمهورية والشرعية اليمنية، لأن اليمن واليمنيين لديهم حساسية مفرطة من التدخل وأيضا من فرض أجندة عليهم، وأيضا لدى اليمنيين جميعا بكل تكويناتهم السياسية حساسية كبيرة ومفرطة من اختراق السيادة الوطنية ومن التدخل العسكري المباشر. فأرض اليمن على مر التاريخ تعرف بأنها مقبرة لكل من يدخلها بالقوة ومن يريد أن يستعمرها ومن يريد أن يدخلها بقوة السلاح واستعراض العضلات. شكرا. على الشعب اليمني نقول أن التحالف العربي قام بدور كبير جدا في اليمن في مساندة اليمن واليمنيين ضد الانقلاب الحوثي. أشكرك أستاذ مختار. نعم. واليابس والذي قتل نعم. أبناء الشعب نعم. اليمني والذي وضحت هذه الجزئية. شكرا لك الدولة. مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا من عمان، وأشرك معنا في الحديث الأستاذ المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير، أهلا بك. لو وضعتنا أو قرأت لنا المواقف الدولية بخصوص ما يحدث في جزيرة سقطرة من تواجد عسكري إماراتي. يعني المواقف، عندما نقول مواقفها من التواجد العسكري، طبعا التواجد العسكري الإماراتي موجود في أكثر من منطقة في اليمن، وبالتالي هذه الدول ليس لديها ما نقول ممانعة بتواجد عسكري إماراتي في أي منطقة من اليمن، طالما وكان هذا أيضا من الناحية الشكلية على الأقل تحت شرعية الطلب التدخل من الرئيس هادي. نعم. فيما يتعلق بما بيحدث في سقطرة، يعني نلاحظ أنه يعني الدول على الأقل عندما نتكلم عن الولايات المتحدة أو حتى الأمم المتحدة أو غيرها، يعني هي تراها جزء إشكالية في العلاقة بين الإمارات وبين الحكومة اليمنية،
ولا تنظر للمسألة بمنظار أكبر من هذا، بمعنى أنها لا تنظر للمسألة هناك قضية أخرى، قضية سيادة أو قضية لكنها شددت في بياناتها يعني شددت على سيادة اليمن، ويعني أكدت بقوة واستنكرت أيضا هذا التواجد العسكري. من؟ الولايات نعم نسمعك أستاذ عبد الناصر. أقول بأن الولايات المتحدة كان موقفها واضح بأنها انتهى، يعني سيادة اليمن لا بد أن تحترم، ويعني ما يحدث في جزيرة سقطرى يعني محل استنكار من الجميع، ويؤيدون الحكومة الشرعية في ذلك. إذا تحدثنا يعني أيضا ما كان فيش استنكار بهذا المعنى، يعني كانت العبارات اختيرت العبارات بعناية تامة، وتم الحديث عن احترام السيادة، واحترام السيادة ما أظنش أنه يعني هذا هو تأكيد المؤكد، يعني ما أحد يستطيع الآن أن يقول أن هناك نزاع على السيادة. نعم. هناك نزاع على السيادة. طيب. تظل جزيرة سقطرى جزيرة يمنية وفق القانون الدولي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال. طيب. أن إذا قرأت لنا موقف الإمارات أستاذ عبد الناصر، لماذا لجأت إلى خوض هذه المواجهة مع الحكومة الشرعية وأصبحت يعني الخلاف على العلن؟ هذه ليست طبعا المرة الأولى في فيما يتعلق العلاقة بين حكومة الرئيس هادي والإمارات. حدث في عدن خلافات أكثر من مرة، وكان آخرها النزاع المسلح الذي حدث بين قوات موالية للرئيس هادي وقوات موالية للإمارات في نهاية يناير الماضي. فبالتالي هذا ضمن هذه الإشكالية، هي إشكالية قديمة، إشكالية متعلقة بطبيعة العلاقة بين التحالف وبين الرئيس بشكل عام والإمارات تحديدا والرئيس هادي. وهذا الأمر سيستمر طالما كانت إدارة الرئيس هادي بهذا الضعف وبهذه الركاكة. نعم. ستستمر مثل هذه. طيب. الأعمال على أكثر من شكل، وهي كانت منذ البداية يعني، بس الآن بتتصاعد وتظهر بعض المناسبات اللي تظهر إلى العلن هذه الإشكالية. نعم. سؤال أخير أستاذ عبد الناصر، برأيك الآن الموقف الشعبي المساند للحكومة الشرعية، وأيضا موقف الحكومة الشرعية الحازم في مسألة رحيل القوات الإماراتية من جزيرة سقطرى ووصول لجنة سعودية ليعني التفاهمات وإجراء يعني هذا الخلاف وإنهائه، هل فعلا سترحل الإمارات من خلال متابعتك أم ستبقى ولو بصورة أخرى؟ يعني الآن القضية مش قضية سقطرى، وبالتالي القضية هي قضية كبيرة، وأيضا ليس هناك إصرار بمعنى إصرار. أنا لما أسمع إصرار من قبل الحكومة برحيل الإمارات من جزيرة سقطرى، يعني هذا ليس هناك حتى بيانات رسمية بهذه اللغة وبهذه الصيغة. في الأخير سيتم تفاهم سعودي إماراتي. البيان كان واضح أستاذ عبد الناصر، حتى ولو معذرة على المقاطعة، البيان كان يعني ورحيل القوات العسكرية الإماراتية دون قيد أو شرط، يعني هل هناك أكثر من هذه الجملة وضوح؟ أي بيان؟ أي بيان؟ نعم؟ أي بيان؟ يعني أنا لما أطلع على بيان، أنا اطلعت على بيان الذي هناك بيان الحكومة ورسالة الحكومة أيام لمجلس الأمن، رسالة الحكومة التي وصلت إلى مجلس الأمن، وأيضا هناك يعني كان أشبه يعني كما هم وضحوها بأنها اطلاع دوري لمجلس الأمن. أقصد أنه لا نبالغ، هذه الحكومة لا تملك من أمرها شيء بشكل عام، سلطة ركيكة، سلطة ضعيفة، لا تمتلك مشروع وطني، وبالتالي قدرتها على الفعل ستظل ضعيفة. وفي الأخير إذن نسل عندما ألا تستحق الحكومة أستاذ عبد الناصر، وأريد يعني إجابة أخيرة فقط لأنه انتهى الوقت، ألا تستحق الحكومة في موقف هذا أن نقف جميعا معها؟ لا نقف معها في هذه الجزئية، احنا نقف معها في لما تكون هناك سلطة شرعية تمتلك مشروع وطني حقيقي وليس مشروع مناسباتي، انها لهذه الجزئية او تلك تدخل في معركة. لو كانت معها هذه الحكومة المشروع الوطني الكبير الذي يلتف الناس حوله، في هذه الحالة سنلتف حول هذا المشروع ككل وليس حول جزئية فقط هنا أو هناك.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان، والشكر أيضا للخبير العسكري العميد حسن الشهري، وكذلك لمستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم.